كشف الفنان حسين فهمي في تصريحات صحفية الستار عن الغموض الذي أحاط بوفاة الفنانة سعاد حسني في ظروف غامضة بعد تضارب الأخبار ما بين انتحارها لظروفها النفسية التي كانت تمر بها أو تعرضها لجريمة قتل مدبرة، وهو ما أكده. وفي سياق تقديمه أدلة عن صدق ما يعتقده من قتل السندريلا، قال حسين فهمي: سعاد حسني لم تنتحر بل قتلت، وعندي دلائل على ذلك. وقبل وفاتها أنا كلمتها بخصوص تكريمها في مهرجان القاهرة، وقامت بإرسال 20 دقيقة صوتا في رسالة للمهرجان، فقمت بإذاعة ما يمكن منه حسب وقت المهرجان، فكانت في منتهى التفاؤل، وكانت تتكلم عن عمل جديد يجمعنا ويكون كوميديا، وقالت لي جاية مصر قريب، وده مش منطق واحدة هتنتحر. وأضاف: كان ذلك من خلال مكالمة قبل الحادثة ب3 أيام فقط. وقالت لي: أنا خرجت من المستشفى وسحبت فلوسي من البنك 100,000 جنيه استرليني، وقاعدة مع واحدة صاحبتي، ولما حصلت الحادثة كلمت أطباء أصحابي قالوا لي اللي بينتحر لا يستطيع أن يكون على بعد أكتر من 1.5 متر بعيدا عن المبنى، وهي كانت على بعد 5 أمتار من المبنى. ثانيا، المنتحر بيكون فيه دم من الجثة مكان السقوط، وده طبعا لم يكن هناك دم في حالة سعاد حسني. وبعدين شبكة البلكونة مقصوصة بمقص، يعني اللي هينتحر ده فاضي يقص بالمقص. ثم إن سعاد كانت بتاخد حبوب مهدئة، فلو كانت عايزة تنتحر كانت خدت حبوب وخلاص، مش لازم الفيلم ده كله. وبعدين فين الفلوس اللي سحبتها وسجل مكالمات التليفون؟ كلها ممسوحة. سعاد حسني مولودة 26 يناير 1943 وتوفت 21 يونيو 2001، ممثلة ومغنية مصرية وواحدة من أشهر الفنانات في مصر والوطن العربي. عملت بالمجال الفني لـ30 عاما، قدمت خلالها العديد من الأعمال أكثرها في السينما، وشكلت قضية موتها في يونيو 2001 غموض كبير لم يحل إلى الآن، حيث قيل أنها انتحرت وقيل أنها قتلت. ولدت في القاهرة وبالتحديد في بولاق. والدها محمد حسني البابا ذي أصل كردي سوري كان يعمل خطاطا، بينما كان جدها مغني معروف في سوريا وهو حسني البابا، معروفة طبعا سعاد حسني، ودي صورتها وهي صغيرة مع والدها ووالدتها، هنا مع والدتها جوهرة محمد حسن والتي تشبهها لحد كبير. وكان لها 16 أخا وأختا، وترتيبها العاشر بين أخواتها فلها شقيقتين فقط، كوثر وصباح، ومن أشهر أخواتها من الأب المغنية نجاة الصغيرة. دي سعاد حسني في منزلها بترسم شقيقتها صباح فبراير 1965، كانت صباح برضو تشبهها كتير، هنا مع نجاة الصغيرة وسعاد حسني، وهنا نجاة الصغيرة بعد ما كبروا طبعا، سعاد حسني معروفة. وقد انفصلت والدتها عن والدها عندما كانت في 5 من عمرها، واقترنت الأم بالزوج الثاني عبد المنعم حافظ مفتش التربية والتعليم، وفي حضانتها بناتها الثلاثة كوثر وسعاد وصباح. صباح أيضا كانت تهوي التمثيل وحصلت على إشادات كثيرة من عدد كبير من النقاد بأدائها، وتوقعوا لها مستقبلا مبهرا، ولكن القدر لم يمهلها لتحقيق أمنياتها. صباح كانت قريبة الشبه من شقيقتها سعاد، وكانت تبلغ من العمر 20 عاما حين لقيت مصرعها في حادث سير وهي في طريقها من القاهرة للإسكندرية. صباح كانت متجهة إلى الإسكندرية لحضور حفل غنائي تحيي أختها نجاة الصغيرة، وحاول المسعفون أن ينقذوها إلا أنها ماتت عقب الحادث بنصف ساعة. وتعرفت الشرطة على شخصيتها بعد 24 ساعة من الحادث.
وهنا الجرائد نشرت مسرح صباح شبيكة نجاة الصغيرة، لقيت مسرحها في الطريق الزراعي، وكانت صباح تنوي الاشتغال بالسينما، وكانوا يتوقعون لها مستقبل ناجح. لم تدخل سعاد مدارس نظامية واقتصر تعليمها على البيت. كان أول لقاء بينها وبين أنور البابا عام 1963 في منزل الفنان اللبناني محمد شامل. دي وهي صغيرة، وأنا في أواخر الستينات. وأنا في أواخر السبعينات، كانت جميلة في كل المراحل. وهنا بتقول على موقف: بعد ظهور الفيلم حسن ونعيمة، أخذ يطاردني معجب صغير كلما يراني يصيح في وجهي: نعيمة يا نعيمة. وكان ذلك يحرجني، فكرت في خطة نفذتها، قلت له: أنا مبسوط أوي منك، وأعطيته قطعة حلوى، واستمر في كلامي: كل ما تشوفني قول لي يا نعيمة وأنا أديك الحلاوة. فوافق، واستمر الاتفاق لمدة أسبوعين، ثم توقفت عن إعطائه الحلوى، فما كان منه إلا أن أقلع عن التهليل كلما رآني. حياتها الشخصية: تزوجت خلال حياتها 5 مرات، أولها زواجها غير المؤكد من الفنان عبد الحليم حافظ الذي أثاره بعض المقربين منه. أنا مع عبد الحليم حافظ. وأكده بعض الصحفيين المصريين مثل مفيد فوزي صديقه، الذي أكد أكثر من مرة أن سعاد كانت متزوجة منه، وأنه توفي عام 1977 وهي على ذمته. وقال أيضا في إحدى الندوات في الإسكندرية أنه يحتفظ بمستندات وشريط كاسيت هام لهذه الواقعة، ولكنه لا يريد استغلال مثل هذه القضايا الشخصية لأصدقائه. لكن هذا الزواج كانت لا تعترف به عائلتها لفترة طويلة امتدت لبعد وفاتها. وفي موقع الإنترنت الذي أنشأته جانجار شقيقتها، قيل أن عائلتها اعترفت أخيرا بزواجها من عبد الحليم حافظ، وأضافته لقائمة أزواجها ليصبح عدد زيجاتها هو 5 زيجات. ومن المفارقات أن تاريخ وفاتها 21 يونيو 2001 يطابق نفس يوم مولد عبد الحليم حافظ 21 يونيو. بعد ذلك تزوجت من المصور والمخرج صلاح كريم لمدة عام. ودي صورها من عبد الحليم يقود سيارته في شوارع العجمي. ثم تزوجت من علي بدرخان ابن المخرج أحمد بدرخان لمدة 11 عاما، انتهت في 1980. هنا مع زوجها السابق علي بدرخان، صور نادرة كلها. سعاد حسني تزوجت علي بدرخان، ثم تزوجت زكي فطين عبد الوهاب ابن ليلى مراد والمخرج فطين عبد الوهاب لعدة أشهر فقط. فطين عبد الوهاب. أما آخر زيجاتها 5، فكانت من كاتب السيناريو ماهر عواد الذي توفيت وهي على ذمته، وعلى الرغم من كثرة أزواجها إلا أنها لم تنجب أي ابن أو بنت لها. ده ماهر عواد. وفاتها توفيت أثر سقوطها من شرفة منزلها في لندن في 21 يونيو 2001، وقد أثارت حادثة وفاتها جدلا لم يهدأ حتى الآن. صورة لمبنى ستيوارت تاور في ضاحية مايدا فيل بلندن حيث وقعت الحادثة. ميرفت أمين وسمير صبري يقدمان العزاء لعلي بدرخان.
في الجنازة بتاعتها، رجع الجداوي شوكار ورجاء الجداوي ودلال عبد العزيز وهالة صدقي، نجوم الفن كلهم وشريهان ومدخل ضريح، سعاد حسني تصافح الرئيس أنور السادات. وهنا في مشهد من فيلم حسن ونعيم، هنا في سيارة الإسعاف التي نقلت جثمان سعاد حسني لدى وصوله لمطار القاهرة، حول الجثمان محمد هنيدي بيقرأ القرآن وحوله جمع من الفنانين. دي صورتها في فيلم خلي بالك من زوزو. والمفاجأة كلمات سطرتها سعاد حسني بخط يدها في أحد أوراقها تدعو ربها بكلمات صادقة صادرة من القلب: يا رب ارضى عني، يا رب اعفو عني، يا رب بارك لي في خطواتي، يا رب شاركني أفكاري، يا رب وحد أمنياتي، يا رب بارك خطواتي، يا رب سامحني إن كنت أخطأت، إن كنت أذنبت، إن كنت أغفلت، إن كنت نسيت، وإن كنت توهمت، وإن كنت غفلت، وإن كنت ضعت أو أحببت نفسي أكثر من غيري، أو محيت الآخرين من ذاكرتي، أو أخذتني لذة الحياة وجمال الدنيا وعزة النفس ونشوة الفؤاد، سامحني يا رب وكن معي دائما. ودي صورة نادرة للفنانة سعاد حسني قبل وفاتها، وده الدعاء اللي هي كتبته قبل وفاتها بخط ايدها: ويا رب ارضى عني، يا رب اعفو عني، يا رب بارك لي في خطواتي. كما نشر الصحفي والمصور يحيى جان آخر صورة الفنانة سعاد حسني التي رحلت عن عالمنا منذ 17 عاما، ليتم الإفراج عن هذه اللقطة النادرة تزامنا مع عيد ميلاد سندريلا. وكتب الصحفي تعليقا على صورة سعاد حسني الأخيرة ليقول: الراحلة سعاد حسني. ودي الصورة اللي هي تعتبر آخر صورة لي. وصورة لم ترى النور قبل رحيلها بفترة قصيرة، وبين أنها بهالفترة بدأت ترجع لصحتها وخسست وزنها، وبهالفترة كانت عم تجري عمليات لزراعة أسنان جديدة يعني مقبلة على الحياة. ونهالت التعليقات على صورة الراحلة سعاد حسني بالدعوات لها بالرحمة والمغفرة، بينما أشاد آخرون برشاقتها مؤكدين أنها خسرت الكثير من وزنها. الزائد بالفعل مما يشكك في فرضية الانتحار التي قيلت عنها. ودي شبابها، ودي آخر صورة. الله يرحمه.